الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ولقيكم ان شاء الله هذا الفيديو مزيانين. يعني ان شاء الله جيت نوريكم الهميزات اللي كانوا اليوم وهاد الجمعه في بيم، اللي صراحه كانوا هميزات رائعه، يعني تحت طلب بعض المتتبعات وايضا بعض الاخوات في فيسبوك. قال لي هكا الا كانت شي حاجه يعني خديتيها او كاين هاد الجمعه، الا كان ممكن توريها لينا باش الا بغاو ياخذوا هذيك الساعه. صراحة اليوم كانوا هميزات زوينين بزاف، ولكن ما بقاوش، يعني ديك الساعه مشاو. كانوا دوك المضربات ديال ناموسيه وحده ب 555 درهم، كانوا ايضا ديك القطاره ديال القهوه ديري لها 119 درهم، وكانت الطحانه ديال القهوه والتوابل حتى هي ب 99 درهم. هادو يعني مشاو ديك الساعه ما بقاوش، كيمشيو دغيا دغيا. انا الصراحه مشيت على قبل هادو، خديت فقط واحد الكويسات اللي غادي نوريهم لكم اللي زوينين بزاف. وقبل ما نوريهم لكم، يعني كانوا البنات سولوني على هاد ثلاثه هادو ديال السكر واتاي والقهوه، كانوا سولوني منين شديتهم. هادو راه شديتهم ايضا من بيم الجمعه اللي فاتت ب 300 درهم، يعني كان الثمن ديالهم جد مناسب، يعني على بلاصه اخرى اللي كتلقاي كل وحده الثمن ديالها، يعني الثمن ديالهم جد مناسب. وايضا فيهم يعني هاد الجلده هادي كما كتشوفوا زوينه بزاف وكبار، يعني كيهزو مزيان. خويتها باش نوريها لكم، يعني عمليين وزوينين. غادي نوريكم دابا شنو خديت. انا خديت هكا هاد الكيسات هادو اللي احمقوني الصراحه، زوينين بزاف. غادي نوريهم لكم دابا كما كتشوفوا هما هادو، هذا هو الشكل ديالهم، كيجي بحال هكا، فيهم هاد الجليده هادي من هنايا، الشكل ديالهم نقرب لكم باش يبانو. كانوا فيهم جوج ديال الاشكال، هادو وواحد اخرين، وفيهم يعني سته ديال لي طاس. فيهم هاد الجليده هادي، هادي راه جلده. الصراحه كنت لقيتهم قبل يعني بلايص اخرى، الثمن ديالهم غالي بزاف، كنت لقيتهم بشي 300 درهم، وايضا كنت شفتهم على واحد الصفحه في الانستغرام تاعهم 300 درهم. هنا كانوا داروا لهم اليوم في بيم 150 درهم، يعني الشكل ديالهم زوين بزاف وصحاح. معاهم هاد الطبيصلات هادو ديالهم اللي باقي ما حليتهمش، يعني كي جيت صورت لكم. دابا نوريكم الشكل ديال نحل بعدا هاد الطباسي امبالي مزيان باش تشكي ملي كتشعل على الطبيصلات. الشكل ديالهم فيهم هاد الحفيرة هكا، وكتجي فيهم هكا يعني قهيوة فنة، زوينين بزاف. كما قلت لكم كانوا جوج اشكال هادو، وواحد الشكيلات يعني فيهم قليبات بالذهبي وانقطاط هكا، ولكن انا كنت بغيت هادو من الاول. دا هو الشكل ديالهم، وكيف قلت لكم زوينين، الثمن ديالهم مناسب، على برا الثمن ديالهم كثير بزاف. وايضا درت لكم واحد الجوله هكا خفيفه في بيم، واخا ما صورتش هذوك المضربه والاله ديال القهوه وايضا الطحانه، حيت ما بقاوش ديك الساعه تهزو، فقط الهميزات اللي باقيين مازالين دابا راه صورتهم لكم، يعني اللي باقيين مازال دابا في بيم، راه بحال هادو بحال بزاف ديال الحوايج باقيين دابا في بيم واثمنه جد مناسبه، راه خليتهم لكم. يعني غادي ندير لكم واحد الفيديو مورا ما نسى ليها هنايا الشرح، غادي نوريكم هذاك الفيديو اللي صورت لكم. كنتمنى يعني هذا الفيديو ينال اعجابكم، الا كانت هكا شي حاجه ان شاء الله غادي نوريها لكم. بالنسبه ايضا للاخوات اللي يسولوني على الجمعه الجايه، كاينين هميزات زوينين، فقط اللي بغات هكا تشوفهم راه كاينه الصفحه ديالهم في فيسبوك سميتها بيم ستور ماروك، صفحه في فيسبوك كيحطوا الكتالوج يعني ديال كل جمعه، غادي تعرفوا شنو كاين، يعني الجمعه الجايه غادي تعرفوا شنو كاين. وخليتكم على خير، نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو قريب قريب ان شاء الله، مع وصفه ان شاء الله زوينه بزاف، وغتكون ان شاء الله تنال اعجابكم كاملين. بالسلامه عليكم، خليت لكم الراحه، وما تنساوش دائما الى عجبكم هذا الفيديو خليوا لي جيم وبارطاجيو.